خوسي إنا لله وإنا إليه راجعون. هاد الأسر هادو فقدوا هاد الوليدات اللي هما وحدين منا، وحنا خوتي من هاد المنبر هذا كنقولوا الشكوى الله. هاد الناس هادو ما بغاوش يديروا معنا واحد الحل، لأن هاد إعدادية قاسم آمين هادي راه 32 سنة بحكم أنا عندي 41 سنة في العمر ديالي. اليوم راه مات ولدي هذاك، غدا راه يموت ولدي، بعدو راه نموت أنا. حنا الاخوان ما بغيناش نبقاو بهذا الشيء، بغينا اعاده النظر في هذه الهيكله هذه. حنا الاخوان حتى من السلطه عينا نتصلوا، من لابيناس عينا نتصلوا، طرينا هزينا السيد في الطاكسي، كنا غادي نسبوا واحد السيد واحد الكارثه لانه هو توفى له في الطاكسي ديالو. الاخوان الله يجازيكم بخير، بغينا اعاده النظر. هاد الحومه هذه راه ماشي غير جات وتسب ناس، هاد الحومه راه خرجوا منها ناس، راه فيها وكيل الملك، فيها ولي الامن. حنا كنصيبطوا وليداتنا ومتخوفين عليهم. الله يجزيكم بخير، راه هاد السبب ديال هاد الناس اللي ماتوا هو المرافق الشكوى الله اللي سد هذاك الملعب ومنع الوليدات باش ما يلعبوش. وشكرا والسلام عليكم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.